لم يستطع يعني إيجاد سيولة المالية للذهاب لمدينة أكادير حسب المسؤولين مسؤولي فريق الرجاء، وعاين ذلك عن قرب. فالرجاء يعني يوجد في فندق من أفخم الفنادق بمدينة أكادير، والسيولة المالية لا تشكل عائق للفريق. عند اللاعب اللمطي في اتجاه الحفيدي، هذه محاولة لفريق الرجاء، ما كاينش خطأ بسهولة في يد الحارس فهد أحمدي. اللمطي هذا هو من إنتاج مدرسة نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، لعب للعديد من الأندية، الاتحاد البيضاوي، لحسنية أكادير، لأولمبيك أسفي، وحط الرحال بعد ذلك بفريق الرجاء، الفريق الأصلي ديال هذا اللاعب. هذه محاولة لفائدة فريق حسنية أكادير اللي كيبحث عن المنفذ لبلوغ الهدف، محاولة ضائعة لفريق حسنية أكادير. بالفعل هذا الوصيلي ومرر للاعب الكاروشي، تمريره خطيره، وفهد الحمادي في المكان المناسب. اول تهديد كرة القدم هي الامدادات الجانبيه، خصوصا عند صعود الاظهره، وهذا التحول من الدفاع للهجوم هو ما كيخدم اي نهج في كره القدم. كره للامام بالنسبه لفريق حسنيه اكادير، ضربه خطا للرجاء على مستوى وسط الميدان. اللاعب الهاشمي، هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء، يعني بقليل من الحظ كان بإمكان فريق الرجاء تسجيل الهدف الأول عن طريق محمود بن حليب، لكن الحارس فهد الحمدي كان في المكان المناسب وأبطل مفعول هذه المحاولة. محمود بن حليب لفائدة فريق الرجاء، والرجاء قريب من تسجيل الهدف، لكن الحارس فهد الحمدي ودفاع فريق حسنية أكادير في المكان المناسب. هذا اللاعب يمشي في تجربة مع إحدى الأندية على أن يعود لفريق الرجاء أو لفريق حسنية أكادير في أو لفريق الوداد في محاولة أخرى. هذا اللاعب اللي كما قلت هو من أحسن اللاعبين على مستوى مدرسة نادي الوداد، التحق بفريق الوداد على مستوى الفتيان، وبعد ذلك عن كل ما قد يعني سبب مشاكل بالنسبة للأندية الوطنية وبالنسبة للجمهور المغربي. احنا يعني نتمنى أن الجماهير تعود للمدرجات، وأن الأمور تمشي في الاتجاه الصحيح، وأن كل واحد يفهم الرسالة. من الجهة اليمنى يقود حملة للحسنية، تمريرة ذكية، أنس زنيتي في المكان المناسب. كانت تمريرة ذكية من بديع أوك لألسيني، لكن الحال فهو كيبطئ بالعملية على أساس يطلعوا الأصدقاء ديالو. محاولة بواسطة محمود بن حليب بعيدة عن مرمى الحارس فهد الحمدي. ونرجع لك الإيقاع، ففريق الزمالك لعب الحافظي من الجهة اليسرى، الحافظي من الجهة اليسرى يمرر للاعب الكاروشي، خطيرة لفائدة فريق الرجاء. الحافظي وهدف أول لفائدة فريق الرجاء، هدف أول لفائدة فريق الرجاء في الوقت اللي دفاع الحسنية كان متكتل بشكل كبير، لكن الحافظي اللي هذا هو الواقع، يمكن تنتظروا في أي لحظة من اللقاءات باش يعطيك لا ديفيرونس، يعطيك الفارق. هذا هو اللاعب اللي يمكن يبازي عليه المدرب محمد فقير، اللي من خلال الحديث مع محمد فقير عن الحافظي قال على انه اللاعب اللي يمكن يغير لك المباراه في اي وقت. العطاء ديالو ما مشاش في الاتجاه اللي كينتظروا الجمهور، لكن في وقت من الاوقات غير مجرى المقابله وسجل الهدف الاول لفائده فريق الرجاء. والعمل كان لمحمود بن حليب، هذا الشاب اللي من انتاج مدرسه الرجاء، يعني يطرق ابواب النجوميه بقوه محمود بن حليب. والحافظي فهو كيتعد من اللاعبين اوبورتينيست في البطوله، فهو غاب لحظات في المقابله، ولكن كان حاضر بالتركيز ديالو في نهايه الشوط الاول، ولكن كيبقى دفاع فريق الحسنيه ربما انه لا يجيد ابعاد الكره من داخل المنطقه، فللمره الرابعه على التوالي عانى نفس الشيء، ولكن المره الرابعه استطاع فريق الرجاء ان يسجل فيها بدون حمله منظمه، بدون حمله سريعه ولا مرتده، جاءت الكره من داخل المربع باخطاء دفاعيه. والبناء ديال العمليه كان من الحافظي، حافظي اللي مررها الكاروشي بذكاء كبير لفائده فريق الرجاء. عند اللاعب اليميق للاعب الواصلي، هذه محاوله مضاده لفريق الرجاء، محاوله مضاده بواسطه الواصلي، يرسل الكره في اتجاه الحافظي. وربما حان الوقت لتغيير، ماشي تغيير اللاعب ولكن عصام الرقي، من سينفذ هو الكاروشي، سينفذ ضربه خطا لفائده فريق الرجاء. الكاروشي كينفذ
خطيرة مرت محدية لمرمى فهد لحمد. جولة أولى عرفت إيقاع مقبول 4-4-2 للحسنية 4-5-1 للرجاء. الحسنية مارست الضغط العالي والمستمر استنزفت من الطاقة البدنية ديالو. الرجاء وصلت المنطقة الثالثة بالحملة المرتدة والسريعة. لابون ترانزيسيون كانت في المقابلة ولكن غاب عندها التايمينغ. هدف الرجاء قد يغير من ملامح المقابلة ومن استراتيجيتها. الكاروشي والحكم يرسل الفريقين إلى مستودع الملابس بتفوق فريق رجاء في الجولة الأولى بهدف لصفر. الفاخر هذه كانت محاولة لفائدة فريق الرجاء والكرة بسهولة في يد الحارس فهد الأحمدي. ولاحظتي بأنه أربعة مهاجمين ما بقوش لا أوك ولا اللاعب مترجي ما بقوش يعاونوا الوسط وفي إشارة بأنه بغى يلعب المدرب ديال حسن تكادير الكل في الجولة الثانية. جلال الدودي للاعب كامارا فودي كتضيع لسفيان طلال كتمشي لسعد اللمطي. سعد اللمطي ذكية ذكية للأمام عند اللاعب الوصيلي الوصيلي كيسجل الهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء لأنه كان بناء هجومي ذكي من اللمطي. وقلتها حذاري من وراء الظهر ديال فريق حسن التكادير. الاعتماد على الحملة السريعة والمرتدة كما قلت في التحرير ما بين الشوطين هو اللي غادي يكون فريق الرجاء. الاستراتيجيه ديال فريق الحسنيه التغييرات باستعمال اكبر عدد ممكن من اللاعبين في الامام لاكن ولا اكون غادي يصبح لا اكون في هذه المقابله ربما. وكان بناء هجومي ليعطينا المخرج منذ انطلاق الكره كان بناء هجومي مدروس لفريق الرجاء. سعد اللمطيب يعني بذكاء كبير يمرر للواصلين اللي يعني وتسعة اهداف في 4 مقابلات شيء ايجابي يعني حصيله ايجابيه لابناء المدرب فخر حصيله ايجابيه 9 اهداف 4 مباريات من المدربين اللي كيشتغلوا كثير داخل رقعه الميدان من المدربين اللي كيشتغلوا كثير خارج رقعه الميدان كيتفرج على 4 مقابلات. لاحظوا ان التدخل انس زنيتي وكاين ضربه جزاء ولكن لو فير بلاي غاب في هذه اللقطه ولكن ضربه جزاء واضحه لو فير بلاي قبل من هذه اللقطه فما كانش حاضر في هذه اللقطه. جلال الدودي هو من سينفذ ضربه جزاء لفائده فريق حسنيه اكادير 2-0 حتى الان. هل جلال الدودي سيقلص الفارق؟ جلال الدودي في مواجهة الحارس أنس أزنيتي. جلال متمرس على تنفيذ ضربات الجزاء بالنسبة لفريق حسنية أكادير غادي ينفذ والحكم السيد الذكي رداد كيطلب من العناصر ديال الفريقين إعطاء الفرصة للخروج خارج معترك العمليات أجل أعطى الفرصة لجلال الدودي من أجل تنفيذ ضربة الجزاء. جلال الدودي غادي ينفذ. جلال الدودي بطريقة ذكية كينفذ بطريقة جميلة وذكية كينفذ ضربة الجزاء وكيسجل الهدف الأول لفائدة فريق حسنية أكادير. الهدف غادي يخلي الحسنية على أنها تندافع كثير ويعطي معنوية أخرى وشحنة أخرى لفريق حسنية أكادير بعناصر ديالو اللي تستحق اكثر من هذه النتيجه. وربما غادي يكون دافع معنوي هذا الهدف لفائده فريق حسنيه اكادير من اجل تعديل النتيجه على الاقل لان هناك نقص عددي لفريق الرجاء والكره كتضيع لفريق الرجاء كتشيل وسط الميدان عند عناصر الحسنيه. يحيى جبران للجهه اليسرى للاعب البركاوي اللي كان وراء ضربه الجزاء. كما قلت لك البركاوي من العناصر اللي كتجيب الجديد دائما لفريق الحسنيه ربما انه المكانه ديالو احسن بكثير من الصيني فالصيني رجل ثقيل. تمريره للجهه اليمنى لجلال الدودي هدف تعادل هدف تعادل لفريق حسنية أكادير. البركاوي يسجل هدف تعادل. أنا كيف قلتها الحسنية يبحث عن الهدف في هذه اللحظات وتمكن من تسجيل هدف تعادل في هذه اللحظة. وبركاوي أكد الاستحقاقية ديالو في الدخول الرسمي ديالو. بركاوي اللي كيسجل الهدف الثالث في هذا الموسم بعد تسجيل الهدف ضد نادي القنيطري وهدفين اليوم فكيوصل السقف ديال 3 اهداف اللاعب البركاوي. والرجاء تاثر كثيرا بطرد اللاعب سعد اللمطي. لاحظ كيف ان التمريره كانت محكمه والبركاوي في المكان المناسب يسجل هدف تعادل. البرومي بوتو كان جيد بالنسبه للبركاوي.
سنتابع مجهودات الحسنية للبحث عن هدف الفوز أمام نقص عددي لفريق الرجاء، وكذلك مجهودات الرجاء لإعادة التفوق اليمق لبنون. الجهة اليسرى عند لاعب الكاروشي، الكاروشي يمرر للواصلي، الواصلي الواصلي يحتفظ بالكرة اتجاه اللاعب المبيدي، مبيدي للحفيدي، الحفيدي للاعب الهاشمي، محاولة لفائدة فريق الرجاء وتدخل اللاعبين بجوج غيخرجوا، وورقة حمراء للاعبين. هذا هو القرار الصائب، لأن كان تدخل يعني خارج عن نطاق الروح الرياضية بين اليميق وبين اعتقد لاعب أوبيلا. الحكم كان القرار ديالو سليم، لان لو أوبيلا ما كانش رد يعني بعنف كانت الامور غيكون الورقه حمراء فقط عند اللاعب اليميق، لكن رد فعل ديال أوبيلا هو اللي خلاه يتلقى الورقه الحمراء كذلك. جوج ديال اللاعبين اللي طردوا من فريق الرجاء في هذه المباراه وغيكونوا غايبين على اللقاء القادم امام فريق اولمبيك اسفي. هذا اللاعب المهدي أوبيلا اللي كيغادر المباراه، اخر فرصه يعني وصلنا للدقيقه 96، اخر فرصه لفريق الرجاء. كذلك يعني الاعصاب توترات في جانب اخر من الملعب، شاهدنا مباراه نقيه طيله الاشواط، طيله الدقائق حتى الدقيقه الاخيره من الوقت المحتسب بدل ضائع. يعني وهنا فين الجانب الذهني اللي كيخدم اكثر في الدقيقه، نفذ ضربه الخطا لفريق الرجاء والحكم يعلن عن نهايه المباراه بنجاه التعادل جوج جوج بين الرجاء وحسنيه اكادير هنا بمدينه اكادير، تعادل منصف.